السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم وصفة الكرنب في الكوشة. الكرنب أقرأت إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي كرنب، حبة كرنب صغيرة قطعته إلى قطع صغيرة، وعندي حبة فلفل أخضر ونص أحمر، والبصل حبة بصل، وسنة ثوم. وهنا عندي بطاطا مقلية قطعتها مربعات، والتوابل عندي توابل الدجاج وفلفل أحمر والبابريكا ومعدنوس والكركم وشوية جبن ومغرف دهن ولا مارغارين. وهنا عندي صلصة البيشاميل. هذه صلصة البيشاميل درت كاس ونص حليب، مغرف فارينة ومغرف زبدة ولا مارغارين وشوية جبن مبشور. نبدأ على بركة الله. هنا في كوكوت ولا في مقلة، تبغوا ديروا في مقلة باه ندبلوا هذا الخضر الكرنب والبصل والفلفل الأحمر وشوية ثوم، ندبلوهم ولا ندير نحطوهم في الكوكوت. أنا باغي نحطوهم في الكوكوت، ندير بارد في بارد، نديرو مارغارين مغرف مارغارين، نديرو شوية زيت، نكترو زيت باه الكرنب ما يلصقناش. وهنايا نحطو البصل ونخلوهم يدبالو، هاد الخضرة خلوها تبال، وفلفل نحطو كل شيء، ونزيدو هاد الكرنب. هاد الوصفة توجدوها بسرعة بدون لحوم غير بالخضر. وهنايا نديرو كاع التوابل، درت فلفل البابريكا والفلفل الاحمر والتوابل الدجاج والكركم والمعدنوس. وهنا هذا الفص تاع الثوم مقطع قطع صغيره. هذه الوصفه سهله، توجديها في رشه عين. وهنا عندي مسحوق دوق الدجاج، ولا بغيتو ديروا الملح ديروا الملح، يعطينا ذوق ولا اروع. وهنايا نحطوا فنجان ماء، نخلوها على نار هادئه، نبلعوا عليها الكوكوت ونخلوها تطيب على نار هادئه حتى يدبال كاع هذاك الكرنب يدبال. نبلعوا عليها وندوها، و الا ما بغيتوش ديروها في الكوكوطه ديروها في مقله ونقصوا عليها وخلوها تدبال على نار هادئه. نروح نديروها طيب. وهنايا هذاك البيشاميل، نعاود لكم البيشاميل، كاس ونص حليب، مغرف فارينة او مغرف مارغارين، درت كاس حليب، ديروا كاس ونص حليب باه تجي. الى عندكم اليايوت الطبيعي ديروا كاس حليب وعلبه يايوت طبيعي، والى ما عندكمش ديروا كاس ونص حليب، مغرف فارينة ومغرف مارغارين وشويه فرماج مبشور. نفرغ هذا اليايوت الطبيعي على صلصه البيشاميل، نخليها على جهه، نخلط مليح. صلصة البيشاميل راهي واجدة، نخليها على جنب. والبطاطا راني قليتها بدون ملح خاطش دوك ندير الفرماج، نخليهم على جيه بلا ما طاب الكرنب تاعنا، ومن بعد نرجع لكم نكملوا الوصفة مع بعض. الكرنب راه طاب، صدقوني جات فيه واحد البنة ولا أروع. هنايا هاد البطاطا راني قليتها، خلطهم هنا، نخلط الكرنب هذا مع هاد البطاطا،
بيدو اللحوم ونعاودو هاد اللحوم نعاودو بالجبن. وهنايا عندي هذا البلا يدخل للفرن، ندير فيه شويه صلصه البيشاميل، ولا بغيتو البطاطا غلوها ولا فوروها لما تبغوهاش مقليه. جربوا هذه الوصفه صدقوني تجي ولا اروع. هنايا عندي جبن ابيض، واللي ما بغاتش دير الجبن ابيض ما ديرش. نقطعها قطع عشوائيه نحطها. راني وجدتها بسرعة. ولا عندكم الدجاج ديروا قطعة تاع الدجاج. نزيدو نديرو صلصة البيشاميل على الوجه. وهذا الكراتا يجي مشبع، راح فيه الجبن مما فيهش الا الدجاج فيه الجبن. هنايا نديرو عندي شويه جبن مبشور نديروه على الوجه، ندخلوه للفرن بيتحمر لنا، ومن بعد نرجع لكم باه نوريه لكم واجد طايب. ندخله للفرن الكغاتان تاع الكرنب راه وجد. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. فضلا وليس أمرا.